شو هاي؟ كيسي ميسي جامل سف كيسي ميسي سف كيسو كيكة يلد بابا. يا عيني، شو المكونات اللي عنا يا شيف بيسو؟ فيك تعدينا ياها؟ نوب زيت، حليب، حليب وطحين. هلا أول شي بدنا نحط الحليب، وين الحليب؟ حليب اللي يكون. يلا حطي الحليب بقلب الطشوط شوي شوي. هلا بدنا نحط عصرة ليمون مشان تصير يفرط الحليب. نحنا هيك بدنا اياه يفرط، يعني قدر معلقة بس لحتى يقرش شوي، يصير هيك هيك عم يقرش. شو هلا يا شيف بيسو؟ بيض. هيك ضربي هاي بهاي، ضربي هاي بهاي. ايوه انكسرت تبعي، خذي افتحيها بس بدون ما تنزلي القشر. دق جيبي لي محلبه. هيك هلا هيك اتفقنا. اسف بيسو سهلالي. يلا دوري. يلا اسف ماما. دوري شيف ماما. مين احلى شيف، انا ولا انتي؟ انا. انتي انتي احلى شيف. يلا بس لنطق البيض كمان. كمان بدنا بيضة تانية. تمام اربع بيضات بدنا. نسينا انه بدنا سكر. وهلا منحط كاسة سكر. هلا منحط فانيليا. وهلا بدنا نحط معلقة فانيليا. ويت يلا انتي حطيها. يلا برافو. يلا نحضر. يلا بس لنطلع كتير فقاعات ويصير لونها هيك على ابيض شوي بنكون خلصنا. نضيف باقي المكونات. ويت هلا طلعت الفقاعات. وهلا شو بدنا نضيف؟ وقفي هلا بس ضفنا الزيت. نطحي بدنا نخلطهم شوي. هلا بدنا نضيف الطحين. كمان طحين. شو بدنا نضيف هلا؟ باكن بودر. معلقة كبيرة كتير. وقفي يلا حطيها. هلا بدنا نحط من هذا الكاكاو اسمه ميلو مو كاكاو. ايه بدنا نضيف نص كاسة. فيكم تحطوا لي لون كاكاو مر او كاكاو حلو من هذا الكاكاو. والله يلا اخلطي. لا تكفي لتحت كتير. ضلت حاطة ايدك. يلا خلطي خلطي. يلا هاتي دوري. يلا بس ستوب، فرجيني لشوف شلون صار. يا عيني شوفوا كيف عم تطلع منه الفقاعات. هيك لازم يكون الكيك مشان هلا ينجح معنا وينفوش. نسكب الخليط وسيغير. ذوقي يا اخي ذوقي. والله يا ما ذوقي. نحط الصينيات كلها دوب. هي وين بدنا نحط الصينيه لحتى يستوي؟ بالفرن. اوكي يلا. يلا هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ندهن الصينية بالزبدة. زبدة. يلا نزليهم نزليهم بالمعلقة. نزلي نزلي. شوفوا بيسان كيف وسخت لنا كيسي ميسي. بكره نغسلها جايش ونسوي فيديو. هلا شو بنعمل؟ مشان يطلعوا الفقاعات والهواء منه شو بنساوي؟ نعملها هيك للصينية بنرفعها ونطرقها. شفتوا شو صار بالوش؟ وهلا بدنا نضيف هاي الكركبة كلها على بينا ما
يستوي الكيك. وهلأ بعد ما خلصنا هيك على النظافة، شوفوا طلعنا الكيك، بس طلع هيك مثل البركان، ما بعرف ليش هيك طلع من فوق، بس مو مشكلة. هلأ شوفوا شو بعمل فيه، هلأ عم بخوشه مشان يطلع هيك منه شوية البخار. وهي القمة البركانية رح أقصها، شوفوا هلأ كيف بيطلع موديله. هلأ نحنا لسه بدنا نعمله قالب كيك نزينه، بس مشان ما يطلع الفيديو كتير طويل رح أعمله بفيديو تاني طريقة تزيينه وشو عملنا تزيين عيد ميلاد. كتير طلع شي حلو، وحطوا لايك واشتراك وتابعونا مشان تشوفوا الفيديو التاني كيف بدنا نكمل تزيين قالب الكيك وشو بدنا نعمل زينة بولين وهيك قصص، وشو عملنا بعيد الميلاد. عملنا كتير شغلات حلوة، بس هلأ ما هنزلها لأنه الفيديو هيك صار على 6 دقايق كتير طويل. نعمله بفيديو تاني، وحطوا لايك واشتراك وتابعونا، منحبكم كتير كتير. باي باي.